بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اليوم السبت الموافق 22/8/2020 تم تحميل عدد 16 طن لحوم من لحوم الأضاحي موزعة على المحافظات الآتية: محافظة دمياط 4 طن، محافظة الدقهلية 4 طن، محافظة كفر الشيخ 3 طن، محافظة الغربية 3 طن، محافظة بور سعيد 2 طن. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد يسر عبد الونيس عبد الغفار، سواء الشركة العامة لتجارة الجملة. إن شاء الله أنا محمل 4 طن سكوك أضاحي متجه بهم إلى مديرية أوقاف دمياط السبت 22/8/2020. صبري السيد صبر، سائق لدى الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات وزارة التموين. اليوم السبت 22/8/2020 محمل 2 طن لحوم سكوك الأضاحي، وذلك إلى محافظة بورسعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كارم فتحي فرحات، محمل 3 طن رايح محافظة الغربية يوم السبت 22/8. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم السبت 22/8/2020 قامت السيارة بتحميل حصة من اللحوم 3 طن لتسليمها إلى مديرية أوقاف كفر الشيخ. 22/8/2020 سائق محمد زكي، سائق بالشركة العامة، محمل 4 طن وفي اتجاه إلى الدقهلية.